هنا في قاعدة عين الأسد الجوية تجري قوات التحالف الدولي عملية تسليم أبراج وكاميرات حرارية إضافة إلى مواد احتياطية أخرى إلى قيادة العمليات المشتركة، وذلك لدعم القوات المسلحة بتقنيات حديثة مميزة. لنطلع سوياً على التفاصيل. بالتنسيق المشترك بين الجانب العراقي وقوات التحالف الدولي، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 36 برج المراقب معزز بكاميرات حرارية، فضلا عن حاوية تضم مواد احتياطية ومولدتين اثنين لكل برج. عملية تسليم المواد إلى القيادات والفرق جرت وفق خطة معدة لها مسبقاً، وبحسب الضوابط والسياقات المعمول بها في الجيش العراقي، يذكر أن قوات التحالف الدولي لديها وجبات أخرى سيتم تسليمها في المستقبل إلى قيادة عمليات المشتركة. تسليم هذه المواد بشكل رسمي وفق الخطط الموضوعة سيكون له الأثر الواضح في تعزيز قدرات وأمكانيات الجيش العراقي من جهة، إضافة إلى رصد التحركات الإرهابية بأحدث التقنيات الحديثة. من قاعدة عين الأسد الجوية، علي سامي، أعلام وزارة الدفاع.